مصر لا يمكن أبدا أن تتهاون مع أي محاولات سواء من الداخل أو من الخارج للعبث بمقدرات الشعب المصري. الحقيقة ده أبرز ما قيل اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وذلك عندما تطرق هذا الاجتماع الخاص بالحكومة إلى الحديث عن سحب السعودية والإمارات والبحرين إلى سفرائهم من قطر. بالتأكيد ردود الأفعال المختلفة حول سحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من الدوحة مستمرة من امبارح، ولا يخفى أبدا على أي أحد أن قطر الآن بالفعل في مأزق، خاصة بعد ما تردد عن تسريبها لكواليس اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي لإسرائيل. الواضح أن قطر اختارت أن هي تعزف منفردة مع المتربصين بالوطن العربي والداعين لتقسيم المنطقة العربية بالكامل. امبارح أيضا قطر أكدت في أول رد فعل لها على سحب السفراء أنها لن تتعامل مع الدول الشقيقة بالمثل. هذه هي التصريحات القطرية الأخيرة، ولكن من الواضح أن المشكلة الحقيقة سوف تتصاعد إذا أصرت قطر على هذا الموقف الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها في الخارج، والذين يعملون وفق أجندات خاصة كما نعلم جميعا بتهدد الأمن القومي للأمة العربية بأسرها. هرجع تاني إلى رد الفعل المصري واللي تمثل النهاردة في بيان الحكومة. كتير جدا طالبوا بإعلان سحب السفير المصري، وذلك أسوة بما حدث من خلال الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين. وأتوقف أمام استياء الحكومة النهاردة من الدور اللي بتلعبه قطر، وهل تكفي الإدانة؟ هل يكفي الرفض؟ هل يكفي الشجب أم لا؟ معنا سيادة السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة ريان، مساء الخير. أهلا بحضرتك سيادة السفير، يعني هل تكفي الإدانة والشجب في هذا الموقف مما تقوم به قطر حاليا؟ ليس فقط الشجب والإدانة، حضرتك لو رجعتي للبيان هتلاقي إن اللغة السيارة المستخدمة من أقوى السيارات التي يمكن تستخدم مع دولة عربية في نهاية المطاف. نعم. وإن البيان لا يتضمن فقط الاستياء والإدانة، ولكن أيضا التأكيد بوضوح إن لن يكون هناك أي تهاون من الآن فصاعدا مع أي محاولات للعبث بأمن ومقدرات الشعب المصري، وإنه في النهاية إن هناك قرار سياسي سيادي باستبقاء السيد سفير محمد مرسي سفير مصر في الدوحة في القاهرة والمتواجد بمصر منذ غاية فبراير الماضي. دي النقطة اللي أنا عايز أسأل سيادتك عليها سيادة السفير، يعني إيه قرار سيادي وسياسي؟ يعني إحنا عايزين نعرف وضع السفير إيه، هل هو في أجازة ولا هيتم سحبه، وذلك أسوة بما حدث مثلا في يعني السفارات المختلفة سواء في السعودية أو في الإمارات أو البحرين، يعني هو وضعه هيكون إيه في الفترة اللي جاية؟ هو موجود حضرتك في القاهرة منذ أوائل فبراير، وقرر مؤخرا استبقائه خلال الفترة الحالية ولأجل لم يحدد بعد، في ضوء الممارسات القطرية غير المسؤولة تجاه الشعب والحكومة المصرية. يعني في النهاية برضو يجب أن ننظر الاعتبار أن مصر هي الدولة العربية الأكبر في المنطقة وتتعامل من هذا المنطلق، وتضع في الاعتبار دائما اعتبارات الأخوة والعروبة وأيضا الروابط المختلفة. وهل قطر من وجهة نظرك سيادة السفير احترمت كل هذه العوامل الأساسية اللي مصر بتحترمها، مسألة الروابط والعروبة؟ يعني هل مصر الآن بتعمل في مصلحة الدول العربية أو المنطقة العربية، أم أنها حتى من وجهة نظرك سيادة السفير يعني بتعمل لصالح أجندات أخرى بتخدم مصالح أخرى، زي طبعا ما تابعنا التسريبات اللي حدثت بالنسبة لاجتماع مجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل واللي وردت أنباء بشأنها مؤخرا؟ هو برضو يعني مع احترامي لما ذكرتيه حضرتك لا يعني القاهرة أو مصر كثيرا إذا ما كان قطر تعمل لصالح نفسها أو لصالح أجندات خارجية. ما يعني مصر هو ألا تتسبب هذه الممارسات في إيذاء المصالح المصرية أو الشعب المصري. لو رجعت على ركل شهر يناير الماضي تجدي أنه للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الدبلوماسية المصرية يتم استدعاء سفير قطر أو القائم بالعمل القطري مرتين في نفس الشهر. هذه سابقة في مجال الدبلوماسية المصرية، وهذه في العرف الدبلوماسي رسالة تصعيد شديدة اللهجة، من أشد الرسائل تصعيدا في عرف العلاقات الدبلوماسية. أيضا السفير المصري في الدوحة في هذا التوقيت أبلغ رسائل
شديدة اللهجة إلى المسؤولين من الخارجية القطرية. في نهاية المطاف نتعامل يعني مع الأمر أننا الدولة الكبيرة، الدولة الأكبر، وأننا نراعي في ذلك أن تصرفاتنا أيضا تكون على مستوى تصرفات الكبار. ولكن في النهاية أيضا حضرتك يعني أحيل حضرتك إلى الجملة الأخيرة في بيان اليوم في الحكومة، وأيضا اللبيب بالإشارة يفهمه، إن إذا اختارت قطر الوقوف على الجانب الآخر أو ضد المصالح المصرية عليها أن تتحمل وبوضوح أبعاد ذلك. عليها أن تتحمل وبوضوح أبعاد ذلك. بالضبط، تبعات أي خيار ضد المصالح المصرية يكون له تبعات، وعلى الدوحة والجانب القطري أن يتحملها ذلك. ولكن لم يتم التصريح في مجلس الوزراء أو في الاجتماع عن هذه التبعات أو عن هذه الأبعاد أو عن هذه التصرفات التي من الممكن أن تتخذها مصر تجاه قطر. لم يتم التصريح بها يعني. لم يتم التصريح بها، لأن يعني زي ما قلت لحضرتك كذا عامل يؤخذ في الاعتبار أن مصر بلد كبير. نعم. اثنين، أن في النهاية قطر دولة عربية بيحكمنا معها العديد من الروابط. ثالثا، ترك الباب كما يعني مفتوحا كما ذلك حضرتك هو ايضا رسالة سياسية من القاهرة بتحمل كل المعاني، نتطلع ان يتفهمها الجانب الاخر الذي تم ارسال اليه الكثير من الرسائل. نتطلع ان يفهمها في النهاية، لانه واضح إن المشكلة القطرية ليست فقط، أو مشكلة قطر ليست فقط مع مصر، ولكن مع العديد من بلدان العالم العربي. أنا بشكرك سيادة السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. أيضا بينضم إلينا هاتفيا المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كيف تنظر إلى هذا الموقف القطري من المنطقة العربية بشكل عام، ومما يحدث في مصر والدعم المستمر لجماعة الإخوان حتى الآن؟ والله أعتقد أن هذا الموقف يعني موقف واضح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسويغه، لأنه قطر تلعب دور يعني منفذ للمؤامرات الاستعمارية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، إسرائيل، ودورها واضح، واحتوائها لجماعة الإخوان الإرهابية وعصابات الإرهاب، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية وأبرز عناصرها وقيادتها. نعم. لا يخفي على أحد، وأنا الحقيقة استمعت إلى كلام السيد السفير هاني صلاح، ويعني لا أخفي عليك أن أنا لم أقتنع بهذا المنطق. لماذا؟ أنه يعني هذا الكلام اللي بيقول إذا اختارت قطر الوقوف ضد المصالح المصرية عليها أن تتحمل تبعات ذلك، وهل هل هل يعني ذلك أن قطر حتى هذه اللحظة لم تختار الوقوف ضد المصالح المصرية؟ قطر مخلب القط لضرب المصالح الاستراتيجية المصرية، لتعبئة الإرهاب العالمي وتمويل عصابات الإرهاب العمل ضد مصر، والدور اللي بتلعبه قناة الجزيرة على سبيل المثال لا يحتاج إلى تفصيل. وأعتقد أن ده كله يعني كان مبررا لاتخاذ موقف قوي من التدخل القطري الإجرامي في الشؤون المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال يعني انتظار إذا قطر اختارت، قطر اختارت منذ زمن طويل. لا يجب الانتظار. إذا ما الذي يجب على مصر أن تفعله حاليا؟ ما هو المنتظر من مصر؟ يعني انا اتصور ان مصر لديها خيارات كثيره، يعني ربما عليها الان ان يعني تبرز بقوه ان الرفض المصري لهذه السياسات، وحتى اذا اقتضى الامر الى قطع العلاقات مع هذه الدوله، لانه اذا كانت دول الخليج الجاره وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه المعروف دائما بانها يعني دولة محافظة. نعم. ويعني الإجراءات العنيفة والحادة يعني لم تعرف عنها أبدا، اتخذت هذه الإجراءات القوية، فعلى مصر أن تكون على مستوى الحدث، وأن تعلن للعالم كله أن كل من يقف ضد المصالح الوطنية المصرية سيعامل بحسب، وهناك الكثير والكثير يمكن فعله. نعم. وإذا كانت لقطر قناة الجزيرة التي تحرض بها على العنف والعدوان والإجرام ويعني هدم الدولة والنظام والوطن في مصر، نعم، فمصر تستطيع على الأقل إعلاميا أن تنشر الملفات السوداء لحكام قطر،
ودورهم المشبوه التاريخي والمحفوظ في الوثائق ضد مصر، عليها ان تتحقق فعلا من قدرة الشعب المصري على الرد، لانه الحقيقة التهاون في التعامل مع قطر ومن قبل مع تركيا جعلهم يطمعون ويزيدون في التدخل في الشؤون المصرية، وهذا لم يحدث من قبل من اي دولة على الاطلاق. انا بشكرك.